معايا اخوي عبد الرحمن الله يرحمه، دي القلاب نقرا الساعه دي وبعدها بنمشي نعشر ننوم. من السنكات انا مشيت لبرسلانه قبلونا في المدرسه الوسطى، لكن اهم شيء حصل في المرحله دي ابوي قال لي تمشي تقرا بخطروضه، فقدمت لي بخطروضه. لكن ما داير اقول لكم اوريكم النظام اللي كانت عليه البلد والحاله من الاستقرار والتنظيم الحسن. فانا مشيت للامتحان بتاع بخطروضه تقريبا في شهر 11 او اخر 10 واول 11، امتحنا ما قبلوا لي، الاسباب ما داير اقولها، لكن يبدو انه في سبب سياسي انه منطقه الشرق او بالذات منطقه السنكات منطقه زي المقفوله واحد تعطى الفرصه الاولى لاولاد المنطقه للدراسه. فانا جينا راكبين، ركبت القطر من بورسلان ورسلت وحدي، صله ابوي نفعت في السكه حديد طبعا. انا ركبت القطر من سنكات كمسارية والكده الى ان وصلت خرطوم بحري، استقبلت في خرطوم بحري، ركبت الباخره مشيت لكوسي، من كوسي للدويم، كل الطريق ده عملته. لما انتهينا من البخطروضه اتذكر حمنا في السوق بتاع عجبني طربوش، فاخذت طربوش صغير لاصغر اخواني صلاح الله يرحمه. فدي كانت ذكرياتي عن المنطقه دي، رحله كانت جميله. جينا طوالي مشينا لبورسودان، لكن قبل ما امشي سنه 46 جاء فيضان كبير. ده اللي بقولهم لك هاي حاضر. الفيضان الكبير بتاع 46 ده حرم، توقفت القطارات الحركه بتاعتها بين الخرطوم وأكبر. فمن الناس الطيبه ومن التعامل بين الناس وكده، ابوي رسل اشاره ولا اشاره، يوم جنف الحله تبعد من المحطه، احنا في اخر نهايه السكه حديده سيمافوره طويله، قال لي تيجي تركب بكره الموتر ترولي ودوك اكبر. فلميت شنطتي، شنطه حديد يا اخوان الزمن ذاك ما في الشنط السمحه دي، والما شنطه حديد بتاعت الصفيح بتاع الجاز ده بيقلبوها بصلحوها بطريقه كده وسافروا. فركبت الموتر ترولي كبير، تركب موتر ترولي ده شيء اصلا يعني غير المهندس الكبير والله ما مور السكه حديد ما في زول بيركب. فدي كانت بالنسبه لي انا يعني شيء كبير، وصلت عدبره وصلت لحد هناك. ففي سنكات في المدرسه الاوليه معظم اولاد هذا الدو، ومن اول الكلمات تعلمتها كلمه اسمها كفا. كفا دي يعني اضربه. فتعلمنا كيف نحن نرد على اهبه دي، وبعد ما تقول كفا اضربه انت تسمع الكلمه دي تقوم جاري. انا كنا ساكنين وسط السوق، الجماعه اللي قلت لك الاسماء دي كلها كان حاجه محمد عوض فاضل عبد الرحيم سعد منو منو كده، وفي من الكتاب كتار هناك يا عبد المنعم. يعني الواحد طبقه شويه كده يعني تجار شويه كده هنا، لكن الواحد حياته كانت سعيده وطيبه وعرف ناس، من الناس اللي عرفتهم كان حسين محمد سعيد بازرع. حسين ده كنا قاعدين في درج واحد محمد، بس الكلام ده ما حقول اذا كان في تسجيل تشطبوه. اي فمحمد ياسين الصومالي ده والده كان بيشتغل في المديريه، المديريه اتكسر كلها، تيجي تاخذ الاجازه بتاعتها في سنكات اربع شهور كل المديريه تجي تنتقل الحكام اللي فيها. فمحمد ياسين ده من بيت المدير جاب لنا ورد فل انجليزي لاول مره نشوف نحن الفل الانجليزي ده، ومرر علينا واحد واحد مره في الفصل. لما الاستاذ قبضه قريب مني انا وحسين بازرع ومحمد ياسين ديل قاعدين جنب بعض، وعوقبنا في انه نضيع الوقت في النظري لهذا الفل الجميل وكذا وكذا. انا ما اعرف حسين ما زرع استوحاه في قصايده والله لا، لكن دي واحده من الطرف هناك. انا من شده قعادي او عشتي في المنطقه دي، لو انت في اي لحظه والقطر ماشي ودي صحيتني من النوم والله كذا قلت لي وين انا يا يوسف نحن وين؟ انا عايل للتضاريس بعرف النوم. أقول لك نحن في كومسانا، في أوبو، في تلقريب، وين كده؟ خاصة المنطقة من صمت وأنت نازل لتحت.
يعني كانت تكون اعتدت عليها. مسافة السكة حديدة الواحدة اللي يعرفها يكاد يكون حافظ المحطات كلها، دور ديف كدي 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 إلى آخره، لما تصل كومسانا ستربا إلى آخره أوبو، وانت ماشي الواحد هناك تحت له فرصة يعرف بعض الفناء. يعني في عربية كبيرة شكلها خاص بتشيل النقل الثقيل بسموها تمساح، اسم العربية كده، فلما تجي الإشارة تقول تمساح كده قطر كده كده. الواحد أخذ أهم من ده إلا أول مرة الواحد يدي يعرف للوقت قيمة. القطر بيقوم بالدقيقة وبيرجع بالدقيقة، مضبات كامل. ده تقريبا الحياة في السكة حديد. قبل ما نمشي طرفة أخرى يا إخواننا لا أنساها، كان عندهم مكتبة متجولة في كل محطة بديك 4 كتب بعد كم شهر، شهر شهرين، في صندوق كبير، صندوق شكله زي شكل الثلاجة بتاعت التلج مبطن بجوة. من الكتب اللي قريتها أنا الزمن ذاك وأنا في المدرسة الوسطى حاجة اسمها حافظ عفيفي الإنجليز في بلادي، ده مع الكتب اللي كانت يعني في بورسودان. دخلت المدرسة الوسطى وقبلت بمصاريف كاملة 12 جنيه ونص. ليه أنا ذكرت الفقر ده؟ بعد ما كبرت عرفت إنه المصاريف اللي دفعتها أنا 12 جنيه ونص في شهر سنة 44 في بورسودان قبل أوليمبيا هي نفس المصاريف اللي كانت مفروضة على التلاميذ والطلاب في العشرينات من ذلك القرن. يعني وريك الاستقرار لأي مدى، ما في انفليشن لا زيادة في الجنيه ولا كده. الرواتب دي ما غيرت إلا لما جاء ويكفيلد. ويكفيلد ده بدأ في الخمسينات وبعد إضرابات عمال السكة حديد وكده، ما كان في أي تغيير في الـ في الـ طيب أقول شو هنا أقول على بورسودان شوية وهناك. أنا حقيقة قلت لكم سنة الفيضان، السنة دي الفيضان يوريك لأي مدى برضو ارتباط المرء بالناي. لما جاء الفيضان سنة 46 أبوي ترك الوظيفة، أخذ إجازته، مشى زرع وجراجع للشغل. يعني وريك كانت الصلة. أنا ما أفتكر الليلة الناس الشغالين لو جاء فيضان زي ده بيتركوه ويمشي يزرعوا ويجي، يعني كانت الحالة كده. نحن في بورسودان من أهم الأشياء قمنا بزيارة لطوكر، وكان المسؤول من الزيارة دي الأستاذ درار صالح درار، وعمل قصيدة في المناسبة دي أنا ما بتذكرها حسي، لكن القصيدة وجدت رواج وصارت من القصائد التي يطلبها كل التوريس. ده في زيارتنا للسكات ومثلنا رواية وزرنا سواكن. سواكن تكاد تكون كانت قائمة كاملة، الآن لم يبقى فيها شيء، لم يندثر. يعني الواحد الحقيقة أكثر شيء عجبنا في طوكر، يعني مفتش المسؤول من الزراعة شرح لنا ما معنى عن طوكر وزراعة القطن والمشروع وكيف المياه، لكن كانت الشوارع واسعة الطريقة ما معقولة، حتى الترياح تمر ما تستغير فيها من كبرها. أنا في بورسودان في المدرسة الوسطى بعدها، أنا حق واقف لك شوية هنا في المدرسة الوسطى، قلت لك كنت خارجي ساكن مع والدي. يعني ده الفرق، يعني الواحد حرمنا في المرحلة ديك من الحياة في الداخلية. الطلبة اللي كانوا في الداخلية مع إنه نحن مع والدينا وفي حالة استقرار أكثر، لكن بتحس بأنه كانت عندهم ظروف أفضل، عندهم ميدان بيلعبوا كورة أكثر، تنس أكثر، لا مش تنس، باسكت بول. الداخلية مريحة، المدرسة بين الداخلية بين هنا، عندهم فرص يمشوا السينما كان أكثر مما نحن نمشي. أنا أتذكر السينما أول يوم وأنا مع أهلنا في بورسودان، السنة الأولى سكنتها مع بعض أهلي، جاء أبوي زيارة لبورسودان طلبت منه أمشي السينما سمح لي، لما جيت متأخر عمنا بشير الله يرحمه قال لي وين كنت يا يوسف؟ قلت له كنت في السينما، قال لي أبوي تفضل ولدك ده ما في محلي وهنا. ده كان آخر عهدي لي بالسينما لحد ما جاء السينما
فيلم بتاع الصباح والله تحية كوريوكا عن الإسلام، تصور الإسلام بارك الله، حرمنا من السينما مرة واحدة وانتهى الأمر وما أحدد علينا الحصر. لما بقى بورسودان كان الحصر ده شديد شديد كده هناك. بورسان بلد كبيرة سمحة جميلة في أجمل حديقة، استمتعنا بالنور للمرة الثانية، بالكهرباء، بالشوارع النظيفة. لما جينا في بورسلان كده ومشينا نحوم في السوق، في إعلان كبير، رجل بس ماشي كده بالكهرباء، نحن كلنا جينا من السنان من السكان بنمشي نعاين لهذا الشيء الجميل اللي هناك. شفنا السرايات بمعنى الكلمة طابقين ثلاثة، شوارع الزلط، الحديقة الغناء في بورسودان، زرنا أربعات، الأشياء اللي كانت زمان عند الناس جميلة دي كلها كده، دي كلها كان لها أثر. بورسودان بلد منفتح على كل العالم، خاصة في المينا. لما نقبلونا في وادي سيدنا ومشينا بقيت أنا تعلمنا الشغل، وكنا بنمشي المينا نشتغل أنا وأي واحد من دفعتي كانوا من بورسودان بيشتغلوا. من الناس اللي بتذكرهم كانوا معانا السيد أحمد نقض الله، الدكتور السيد أحمد نقض الله لعلكم تذكروه، وآخرين ما داروا للأسماء. الواحد كان بيشتغل من 6 صباحا لحد 10 بالليل، بعد المواد اللي بينزلوها من البواخر بياخد 64 قرش. لو اشتغلت انت 10 يوم في الشهر بيكون عندك حوالي 6 جنيه و 40 قرش، ده كنز تتكسي منه، وبتسافر شايل لك قروش معاك، وربما امتدها لو بقت شهرين ثلاثة يا آخرين. اشتغلت دي، اشتغلت مترجم ليه؟ لواحد من الهنود، بورسان كلها هنود، كلها هنود، بنيان بيقولوا له في أمينة. الحركة دي يعني خلتك كده. أتذكر ونحن طلاب أكثر شيء كان بيهمني في الوقت ذاك، كنا بنعلم الطلاب أو بنشتغل في نادي العمال نعلم محو الأمية. لكن سنة 46 اللي قلت عليكم دي خرجت مظاهرات كثيرة في الخرطوم بمناسبة قيام المؤتمر الوفد السوداني للأمم المتحدة، خرجت واحدة في بورسودان. الناس اللي خرجوا فيها 11 طالب من مدرسة بورسودان الوسطى، أنا كنت واحد من 11 دير، وآخرين من الأهم الأسماء اللي تذكروها شوقي حسب الله ملاسي توفي قريبا الله يرحمه ويغفر له، وآخرين. لما جينا راجعين فالناظر شافنا وانزعج، يا طلبه كده، وقال لنا ايه اللي بتعملوا في ده يا اولاد؟ ومين اللي فضل في الفصل وماله كده؟ فلان وفلان وفلان. ففصلنا لاول مره، عرفنا تجربه الفصل من الدراسه والسسبنشن. ثلاثه يوم دخل مجلس الامناء جلدونا كل واحد 30 جلده. معظمنا الناس الساكنين في الداخليه كانوا بعرفوا استعمال الأطايس، الخارجية زي أنا ما عارفين ديك اعتادوا على الحكاية دي. فدخلنا الثلاثين، وعمي عبد الله الله يرحمه ويغفر له وأبشر معاه، يعني الصوت ده كان بيقع فيك كده. دي تكاد تكون يعني بورسودان. نحن في المدرسة الوسطى وريك يعني الفكاهة، ناظر الوسطى الأستاذ محمد الأزرع كان من التقليد لما تقدموا ناس بورسان كلهم بيمشوا حنتو. ففي الايام الاخيره بيعملوا علينا تكثيف عشان نعرف نتكلم مع الخواجات، فكان بيجينا معتمد بورسودان كلها اسمه مستر كلارك، بيدينا حصص. الحصص دي اهم انت عشان تعتاد على صوته لما يتكلم او النطق بتاعه. وفعلا كل يوم بيجينا مستر كلارك ده، كان مره يوم الاثنين من الساعه 6 للساعه 8 بيدرسنا شوية، وبيجي لابس لبسته الضيافة والحزام رابطه هنا وكده. ده ممكن أول مرة نشوف الخواجة كده عيانا بيانا كده يكون قريب مننا. كانت مفيدة الحكاية دي. وفي دفعتنا طلعوا 13 واحد مشي لوادي سيدنا وحنتون. قد يكون من المفيد أقول لكم إن الأساتذة ممكن يكون بعضهم درسوكم، الأستاذ ناجي والأستاذ شيخ الجاك محمد الأزرق ودرار صالح درار والهادي أحمد محمد صالح
وأحمد صالح ثابت وأبو زيد موسى، دول كلهم كانوا في مرحلة معظمهم في الشباب، يعني الواحد كده شاف فيهم قدوة كثيرين. ويمكن أنا من المرحلة دي بديت أتأثر بالتاريخ، أحمد صالح ثابت، الهادي أحمد محمد صالح، درار صالح درار، الثلاثة ديل كده أخذوا التاريخ كده منحى في حياتهم. من زملائي في المرحلة ديك سر الخاتم عبد الماجد، طبيب كبير، شوقة حسب الله قلت لكم قبل شوية، أحمد الحاج من المعلمين الكبيرين، مبارك حسن أزرق كاتب، كان من أعظم يعني الواحد، محمد السيد أحمد الأحمدي موجود في الخرطوم عنده مغلب كبير حسي، وكان في الأسماك يعني من الناس الكبار فيها. في وادي سيدنا من الناس اللي تغنى وادي سيدنا، نعم الناس اللي كانوا في الوادي الحياة جميلة، ممكن تكون في مدرسة ثانوية أجمل من كده، استقرار كامل، خضرة، جمال، شوارع كويسة، داخليات، الساعة 9:30 النوم. وأذكر نحن أول ما جينا دخلنا كانت زمن ده كان شهر 12 دخول، ب9:30 بنوم الناس يدخلوا جوا. من الأشياء الحزينة بها كان في عنبرنا الأستاذ نجم الدين محمد شريف. نجم الدين صار أول مدير، والله أول مدير، لا ثاني مدير سوداني للمتحف الطبي. بعد ثاني. فنجم الدين عنده صوت أنا لا يعني أجمل الأصوات التي سمعتها في حياتي. وكان غالي لنا غالي الكاشف دي كلها، ونحن راكبين في سرايرنا والله على قلبنا بتاع المرور بيكون مرة قبل دقائق، ونجم الدين بغني ونحن في دوب. كان في وادي سيدنا في راديو كبير جدا جدا، إذا عطل هذا الراديو تحتاج لي ضربة واحدة كده من شبلي، غير ضربة شبلي ما تنفع. وأنا لأول مرة أسمع الأغنية للسيد خليفة يا قماري وكده، وأنا ماشي عليها دي أول مرة أسمع الأغنية دي هناك وكده. وادي سيدنا يعني مهمة جدا من ناحية تعرف على الآخرين من كل المال، يعني تكاد تكون بوتقة زي ما بقولوا من صهر فيها كل السوان، خاصة الجزء الشمالي ده. تعرفنا معظم الناس هناك ما في الجامعة في المرحلة الثانوية. عمان دي كانت محجة لينا، يعني أنت مرة في كل شهر كل 35 يوم عندك فرصة تزور وادي سيدنا، غالبا تمشي لأهلك. من المناطق اللي بتزوره كويسة بتزور في واحد اسمه زكي عنده آيس كريم ممتاز جدا، ولازم تجي تزور السينما. في وادي سيدنا كانت في سينما خاص ويعرض فيها أفلام، يعني أقول لك شنو أهم في الوادي، يعني أنت وجدت فرصة للتعليم بأحسن صور. نظر المدرسة كان واحد اسمه استلانك خلفه عوض ساتي، لكن أنا تأثرت كثيرا بالأستاذ عبيد عبد النور، والاسم ده معروف له، وكان أستاذ التاريخ، يعني يكاد يكون أثر فوق تأثير. في أساتذة آخرين، واحد اسمه عبد الله سميث أستاذ تاريخ كبير صار من أكبر أساتذة التاريخ في التاريخ النيجيري، وآخرين. تميت الجامعة دخلناها. أنا حقيقة الأخير ما حتكلم فيه كثير لأنه ما أفتكر فيه شيء ما غريب عليكم. ودخلنا كلية خرطوم الجامعية، دخلت كلية الآداب، كنت قدمت بثلاثة رغبات: الآداب، القانون، والزراعة. دخلت الآداب. في كلية الآداب يعني واحد نوع تعليم جديد، الأساتذة درسونا الأستاذ النويه عبد العزيز أمين عبد المجيد، لا متأسف عبد العزيز عبد المجيد عبدي، عبد العزيز ما درس، عبد المجيد عبدي، من الأساتذتنا الكبار مكي شبيكة، بروفيسور عبد الله الطيب متأخر جاء بعدها بسنتين، دي حسن 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 إبراهيم، فيوبولد ليبون. نحن جينا في مرحلة التعليم باللغة الإنجليزية، اللغة العربية لا يدرس بها إلا المواد الإسلامية واللغة العربية ذاتها، لكن كان استعمال المكتبة في زماننا جيد، والسكن في الداخلية ده ما من أمتع ما يكون.
يعني كثيرين منكم اللي تخرجوا في العشرين سنة الأخيرة بعدها يكاد يكون ما حظيوا بما حظينا به، راحة كاملة، عندك سريرين، سرير برا بتشيل مرتبتك في الليل ليهو في الحر، داخلية السمحة النيل الأزرق والنيل الأبيض، كل طالبين في غرفة، وادي سيدنا كله 8 في 8 في غرفة. شوف الانتقال ده، الأكل لأول مرة الواحد فينا شاف السجوك، قبل كده ما يعني ما كان معروف السجوك. وبمناسبة السجوك، من العادات الدخلة الجديدة في السودان في حوالي سنة 45 أو 46 كده، كان الناس في التموين تصرف ربع ونص من العيش، ففي السنة دي كان العيش قلة، أدوهم نص ربع زيادة من الفول المصري. ما كان في زول بياكل فول، الفول ده لو أكلته بتلقاه عند الحوانيت بتاعت اليمانية فقط، وما مش ياكلوا إلا العزابة. وزول يمشي لمطعم يقعد زي قاعدة تدي وياكل، عيب. لو أهلك شافوك يقول لك البيوت ما في. عشان كده لما تخرجت من الجامعة كان مشكلة لي أمشي أدخل المطعم بتاع علي السيد ده، والله وين الحتة دي كلها محاطة بجعلين، لو شافوك ترتكب موبقة كهذه أنت بتكون في حرج. المهم أدوا الناس الفول ده وما بعرفوا، فنجضوه زي ما أنت بتنجض البليلة، فلم يستوي بالطريقة. بعد شوية تعلمنا من عمنا أبو ربيع جنبنا من أصل مصري تميل الفول مدة، لكن كنا بناكله بالكسرة في الأول. العيش ما عرفوه الزمن ذاك، العيش ده أكل ذاته. يعني إحنا في المحمية لما يجي زول من السفر ويجيب لنا رغيف، دي فاكهة يا إخوانا. فده التغيير اللي بدأ يحصل، بدأ الناس ياكلوا الفول، بدأ يمشي المطاعم وإليك. ففي الكلية دي كلها كانوا بغسلوا لنا ملابسنا، عندك كده قطعة بتغسل ليك قدامك، يجي يشيلوها منك وبغسلوها لك. من ناحية راحية ما في أي شيء، القراية منضبطة، انتظام إلى آخره، إلى أن تخرجنا. أنا لما تخرجت من الجامعة كنت مأمل أول شيء، يعني أحظى مني وبتاع، ما جات لي. فمشيت الحكومة المحلية طوالي، وزي رضيت بالحال. لاني جاني جواب من واحد من الأساتذة قال لي يعني ما يعني كده مسألة في مجال الخدمة العامة متسع للجميع. فدخلت الحكومة المحلية، دي من أفضل التجارب اللي مرت علي في حياتي. الحكومة المحلية خدنا سنة كاملة نحن بندرس ونتمرن، خدنا 3 شهور تمرين دراسة نظرية، صمنا فيها رمضان. أول موضع كنت نزلت فيه الأبيض، تجربة يعني أنا جاي الحقيقة الواحد سعيد بالتجربة دي، لقيت نفسك لابس كده رص وبرنيطة وحاجات من هذا، وبعدها أم بوابة. أيضا قابلت الناس، أنت جيت في موضوع حاكم تعلمنا منه وكده، جيت في الآخر خدنا 3 شهور أخذنا الشهادة. أنا الشيء اللي عملته اختلافا على آخرين، في المرحلة دي درست حاجة بسموها الامتحان القانون العالي. الامتحان ده عادة بتعملوه الناس بعد ما يشتغلوا يبقوا مساعدين مفتشين وكده، لو نجحت فيه بتبقى قاضي من الدرجة الثانية. أنا دخلت الامتحان ده وامتحنت فيه وتميزت، لكن ما كنت عارف إني تميزت دي إلا قبل يمكن 5 سنين بس. دي بتبقى قاضي درجة ثانية محكمة كده. بعد شوية جاتني بعثة الجامعة دي، وأنا في آخر الأيام في الكورس بتاع الحكومة المحلية. ناس الجامعة غيروا رأيهم، لكن كان عندي فرصة أمشي القضارف 3 شهور. مشيت القضارف مساعد ضابط، قبل ما أخد رجلي كويس مساعد الضابط أدوه بعثة، فأنا وجدت نفسي ضابط مدينة القضارف بالإنابة 3 شهور. فما أسعدك يا يوسف بعد سنة من التخرج تلقى نفسك حاكم لمدينة القضارف، فيها أغنى مجلس، مش أغنى مجلس، أغنى سوق للمحاصيل يمكن يكاد يكون في السودان، وده كله دخله بيجي عبر البتاع. كانت من أحسن الأيام، يعني الواحد فيها استفاد يتعلم تجربته مع الاختلاط بالناس. بروف طبعا أنا من جبال ما بقى بعد كله أنا دي كده يكون كويس مش لكن أنت قلت لي بعد التخريج من كلية الخرطوم الجامعية ضابط إداري، اشتغلت في البنك العثماني، اشتغلت التيلي كلارك بشنو كاتب على عجل بوسطة. اي قلت لك الاضافه اللي درستها في الوسطى. اي قلت لك على عجل تيلي كلارك، دي شغلان بتشتغلها في المينا بتعد البضايع،
ومعظمنا كل الناس مرحلة الثانوي وكده بيمشوا يشتغلوا في المينا وبيلقوا فرصة، ما بيشتغلوا عليك كل يوم انت بتلقى، لكن مرات بتشتغل، لأن في ناس بيشتغلوا بانتظام. البنك العثماني زمننا كان العام الدراسي بينتهي شهر 12، بعدين قبل أبوه لشهر 7. في الفترة دي نحن تخرجنا وقلبوا كان عندنا شهر واحد لحد نهاية 6 اشتغلت فيها في البنك العثماني. دي تجربة تانية بانتظام. الخواجة انجليزي معظم الناس يعني كده كانوا شوام سودانيين قليلين، اثنين فيهم. عندي صداقة مع أصغر واحد في البنك أبوه القسيس في السودان، كان مصدر صداقة لي ومودة، مش السينما سوا. أهل الجانين قالوا يوسف ما لقى زول إلا ود القسيس ده كده ما في دول، وعملوا جلسة. أنت بعدين لما تخرج من البيت لحد ما ترجع بتكون الناس عارفينك. فقال والله الحمد لله، الحمد لله ما في أفضل من كده، ده رجل كريم ورجل كده وكده وكده، فقبل هذا الوضع. لكن كنت يعني فخور بهذه الصلة بيه، بصلتي بيه، وعلمني. بعد 6 شهور خرجت تاني، اشتغلت في المدرسة الوسطى وأنا طالب في الجامعة برضو 3 شهور بتاعت الهناية. ما كنا في الإجازة بنقعد ساكت يعني الهناية، غير طبعا قلت لكم المحوة الأمية وشنو كده. وهنا عندك موضع موضوعين بتمشي تقعد فيها. أقف لك هنا شوية أفتكر كده. نادر السماني وين هو؟ وليد وين؟ لا تعرف البروف سرحنا كثير معه وما كنا دايرين تو ديسترب هيم يعني. دي بالمناسبة الجزء الأول المكون لأستاذنا البروف يوسف فضل حسن، وأفتكر إنه كنا فعلا ما كنت داير نقاطعه على الإطلاق عشان التدفق بتاع الكلام ده جميل يعني، اللي هو السيرة بتاعتك الجزء الأول ده. الجزء ده اللي هو هنوقفه هنا على اساس انه المرحله الثانيه هي مرحله فيري كروشال يعني مهمه جدا برضه في حياه استاذنا البروف، بعد ما بعثهم او بعنايه كريمه مباشره من البروف الراحل مكش بيكا ابتعثهم لجامعه لندن. فنجيف هنا والبريك مع الاستاذ وليد. الله يخليك، تفضل ناخذ بريك وبعدين نرجع لاستاذنا نواصل معه. انه البروف يتداعى ويتواصل، اللي هي دي المرحله المهمه جدا جدا والمنعطف المهم جدا في حياه استاذنا البروف يوسف فضل، اللي هو يعني مساله مهمه جدا لانه المرحوم البروفيسور مكش بيكا هو اللي وصى انه متابعه التدريب للطلاب تاخذ 2 سنين بدلا عن 3 سنوات يا بروف، اللي هو دي مرحلة تانية مهمة بعد ما سمعتوا للجزء الأول من سيرة أستاذنا البروف يوسف فضل. من المنبر برضو لابد من اتحاد كتاب السودانيين الشكر لمعتز مكاوي وليد يوسف وساري منصور مجموعة غنان السمح والفيسبوك اللي هم مشكورين يعني تابعوا التوثيق وكمان الحلقات السابقة أهدوا نسخة للاتحاد. ونتمنى انه برضه استاذنا البروف يعني ريورد يعني انه برضه ياخذ نسخه لو تكرمت يعني الاتحاد والمجموعه، لانه بفتكر انه دي كان تريجر ممكن تبدا انه استاذنا البروف يكتب سيرته الذاتيه يعني، ولا شنو يا بروف؟ المرحله الثانيه دي بتبدا بابتعاثه للندن، وحنواصل طوالي لحد اللحظه المهمة والجوهرية جدا في حياة أستاذنا اللي هو انفتاحه الواسع جدا جدا على لحظة مهمة في تاريخ السودان اللي شكلت وجدان السوداني ما يعرف بالتاريخ الوسيط أو الفونج وسنار، دي هو حيوصل لها. لكن حيبدأ لنا من لندن يا بروف، وانتوا بتعشتوا منو اللي كان معاك وبدل 3 سنوات حتى ما وصى البروفيسور مكش بيكا بقت 2 سنين. مرحبا بك، تفضل. سنة 57 يوليو سبتمبر
انا سافرت لبريطانيا، وكان زي ما قلت لكم العام الماضي زي ما اتيحت لي فرصه، كان سبقوني في البعثه اخونا الدكتور محمد ابراهيم الشوش والبروفيسور عثمان سيد احمد رحمه الله. عثمان الشوش كان بيدرس لغه عربيه، فكانت فرصه ممتازه، عمل امتحان تمهيدي وسجل للدكتوراه، انتهى الامر. اخونا البروفيسور عثمان بروفيسور مكشيبيكا قال لي انتوا درستوا تاريخ، نحن طلعنا بشهاده عامه اللي كانت في زمننا ثلاثه مواد، التاريخ واحد فيه، فقال تاخذوا الدرجه العلميه دي في شهرين في سنتين، هي المتوسط بتاعها ثلاثه لاربع سنوات، حد الادنى ثلاثه، وده كان معناه مجهود كبير. الاثنين بحمد الله نجحنا ورجعنا في الحكايه دي. المرحله دي نحن درسنا تاريخ بيسموه هناك في الجامعه برانش فور، والله الفرع الرابع من تاريخ العالم، عندهم تاريخ اوروبا عنده فيه قسمين، تاريخ اسيا واحد، تاريخ افريقيا، تاريخ امريكا اللاتينيه والشرق الاوسط براهو. كان تاريخ دراسه مكثفه، درسنا فيها تاريخ الاسلام، درسنا فيها تاريخ لما تقول تاريخ الاسلام بتشمل كل شيء من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم الى العصر الحديث عن الشرق الاوسط، وبيدخل فيه تركيا وايران، يعني الواحد حصل باحسن اساتذه. بروفيسور فيتك كان يعتبر قمه في التاريخ العثماني، بروفيسور لامتون قمه في التاريخ الايراني، وهكذا. كان فيها جزء بسيط من التاريخ الاوروبي وتاريخ اسيا. خلصت يعني الواحد كان متخوف انه يجيب الشهاده والله ما يجيب الشهاده، لكن الحمد لله. في زمننا لما جينا راجعين بالبيونرز كان بيعينوك استاذ، فعيننا محاضرين اللي هي الليله بتبقى استاذ مساعد. وبدينا ندرس مباشره. وفي الفتره دي اتيحت لي فرصه ابقى سكرتير مجلس الكليه، واكون ما كانت في وظيفه مسجل. أول مرة بروفيسور الشوش وأنا قالوا لنا تضعوا النتائج الامتحانات سنة أولى خصوصا اللي هي هامة واحدة، كنا بنشتغل مع العميد. صرت سكرتير لمجلس رؤساء الأقسام، فجدت خبرة إدارية كبيرة وأحمد الله عليها. مباشر برضو دون الواحد اللي قال لي فرصة يشرف على داخلية من الداخليات تويتر، ودخلتك تتصل بالطلبة أكثر وتعرف واحدين منهم ومناطقهم وتمشي تاكل معهم بعض الوجبات، ودي كانت فرصه للتعارف بالطلاب من غير كليه الاداب، يعني كل الكليات الاخرى. كنا ساكنين طبعا مسكننا الاول كان الاخ عثمان، كنا ساكنين سوا واخرين من يعني صغار الاساتذه. بعد شويه جاتنا فرصه للبعثه للدكتوراه. لما قدرت امشي كان في شح في الاساتذه، فبدل ما امشي بسنتين بعد سنتين مشيت بثلاثه. اتذكر اخر الكورس الفترة الأخيرة كان أخونا بروفيسور عون قاسم الشريف قاسم رحمه الله لحقني، فهو أكمل لي الباقي وأنا سافرت في أول سنة 1962، وصاحب ذلك إني تزوجت في نفس الشهر وسافرنا طوال. فلما مشيت الجامعة كان تقريبا في نصف العام الدراسي، لكن ما الدراسات العليا ما كانت صعوبة تعمل الحكاية دي إنك تبدأ في النص وكذا هناك. قبل ما أسافر كان مشكلة أدرس شنو؟ اتخصص وين؟ معظم الاساتذه السبقوني تخصصوا في التاريخ الحديث، بروفيسور مكتو شبيكه وصالح محمد نور، دي اهم الاثنين. الاخ عثمان درس التاريخ العباسي بقى اسلامي، وانت بدي لك فرصه تتمدد. التاريخ القديم كان يعني شويه بعيد المنال، يعني اصعب شويه كده، ما بدينا فيه بدايات بجد، فكان امامي التاريخ الوسيط. وبعد مشوره مع استاذ الدكتور احسان عباس رحمه الله، كان صديق لينا جدا، فمشاورات كثيره بديت اقرا عن العرب والفتره دي وعشان اختار موضوع، وساعدني مساعدات كبيره. ومشيت القاهره، في رحلتي للقاهره قضيت شهرين او ثلاثه اشهر. في شهرين او ثلاثه اشهر دي اطلعت على كل ما كتب ما وجدته في دار الكتب المصريه يتعلق بالفترة دي، أي شيء فيه اسمه السودان أفريقيا أنا قريته.
بالعربي، فقريت عدد كبير، فالواحد هيت له فكرة إنه في احتمال الموضوع ده يقبل. مشيت لندن قبله وسجلت الموضوع فيه، بدأت مع الدراسة مع أستاذ كبير جدا اسمه بيرنارد لويس، يعتبر يعني قمة في التاريخ الشرق الأوسط. استمرت معه واستفدت منه. بعد سنتين أو سنة ونص حولني لبروفيسور هولت. هولت في الوقت ده كان بقى بروفيسور. هولت كان يعتبر أثرتي عن تاريخ السودان لما جاء راجع، درس هنا في حنتوب، درس في الجامعة شوية، وكان هو المشرف عليه. درسني كطالب أنا كأندر جراديويت معه. بدأت في الموضوع في الأول يعني كان يراودني الشك من وقت لآخر، هل أنا حاجد مادة كافية ولا ما أجد. وكانت تكون في النص قررت ما أستمر في الموضوع، لكن قريت في كامبريدج، درست في أكسفورد، شفت المكتبات بتاعتهم، ذهبت إلى فيينا، ميونخ، لايدن، وآخر شيء ببليتيك ناسيونال في باريس. لكن من واحدة من دين في فيينا اكتشفت مخطوطة كاتب الشرنة تاريخ ملوك سنار، ده في سنة 62 ذات. أنا من الزمن ده تتعلقت بتاريخ ملوك سنار وده كده. الحمد لله كتبت رسالة وجيزت وجيت راجع. يومين ناقشت الرسالة بتاعتي، كانت أكتوبر هنا يوم 28 أكتوبر، أنا كنت بناقش في رسالتي في لندن. أثناء قيمتي هناك رزقت بابني الأول الغزالي، واختيار الاسم كان من والدته، كانت بتقرأ عنها في حاجة لا صلة بالإمام الغزالي، فعجبت به والحمد لله. الابن الثاني سمينا محمد الفاتح، برضو نتيجة اهتمام برضو شيء زي ده. زرنا اسطنبول وعجبنا بها. وهي في اسطنبول انت تطلع بنتيجة زي ده، تشوف الإسلام ماديا كحضارة من خير البلاد اللي تراه فيها. أي شيء عظيم، كان مسجد السلطان أحمد الثالث، السليمانية، يعني سميها. المهم فرجعت السودان بعد أكتوبر، بدأت أفكر أنا أشتغل شيء. ذكروا خلفيتي جامعة لندن، سكول أوف أورينتال أند أفريكان ستاديز، معهد الدراسات الشرقية والأفريقية. أنا كتبت عن العرب والسودان، الثنائية دي ظلت تتابعني. أشتغل بعد شوية، ربنا أكرمني، بعد شوية جاء رجل اسمه بروفيسور مونتغومري وات، كتب كتابين من أعظم الكتب عن تاريخ الإسلام، محمدة مكة، محمدة مدينة. جاء زيارة هنا، قابلته فعرضت عليهم الرسالة بتاعتي، قلت له شوف ليه احتمال إنها تنشر، فقرروا نشرها. واحد من الأساتذة الموجودين هنا درست المادة دي وهو طالب في جامعة القاهرة، وأنا سعيد بكير. المهم الكتاب نشر في نفس العام، طبع مرتين، ناس داروا نشر هناك دنبرا، ودي مطبعة محترمة، كانوا قاعدين متخوفين الكتاب ده ما يتباع. لما يتباع بهذه الصورة فرحوا، مشي جات الطبعة الثالثة، الطبعة الثالثة عملتها في الخرطوم، الرابعة في الخرطوم، والخامسة في الخرطوم، فالكتاب مشي يعني مثلا، ده وضع عليه أساس علمي. فالأساس العلمي ده هو يعني بيقول العرب الأساس المنطلق بتاعي. العرب وين في السودان؟ السودان وين في أفريقيا؟ فبديت أفكر أنا منطلق شنو؟ أول خاطر يعني المخطوطة بتاعت اللي جبتها من فيينا تاريخ ملوك سنار. فقلت أدرس سلطنة الفونج، لقيت سلطنة الفونج لا تدرس دون دراسة دقيقة لطبقات وضيف الله. قبل سنة 72 الطبقات أنا ولا 71 كان خلصت منه وحققته. ده جاب لي يعني راحة نفسية أنا في الاتجاه الماشي فيه صح. الكتاب الثاني كان تاريخ ملوك سنار. أكاد أكون من سنة 90 أنا شغال في الكتاب ده. ولي شاهدين يعني برضو أرجو أنه قبل نهاية العام إن شاء الله الكتاب ده يرى النور إن شاء الله بعد دعواتكم كلكم. أنا الكلام الجانب النظري ده ربنا أكرمني حققته عمليا، وأنا في كلية الآداب في قسم التاريخ، الكلام ده سنة 65، الزور المسؤول كان من شعبة أبحاث السودان دين ساندرسون، يعني أخذ التقاعد وفتش بإلا اسمي، كان واحد من الأسماء التي رشحت
وان انت سبت مدير شعبة ابحاث السودان، ماذا نطيل الكلام فيها لان كلكم عارفين شعبة السودان والعمل اللي عملته، وعملت عمل كبير جدا جدا، لكن وضعت لنا اساس طيب للدراسات السودانية في اطار الثنائي ده، عروبة وافريقية. السودان في النص هو كل شيء، عروبته والافريقيين فيه. لا براف معلش لو سمحت لي بس النجيف شوية، يعني عكس ما انت قلت وحدة ابحاث السودان لحظة مهمة جدا في تاريخ الدراسات السودانية ولا شنو يا براف؟ صحيح النجيف فيها شوية يعني لو سمحت يعني كوبل اوف ويرز. طيب شعبة ابحاث السودان انا دخلتها سنة 66، انا كنت جيت 65 هاي لا 65 جيت نفسي مدير شعبة أبحاث السودان، ما يعني كده ساندرسون اشتغل كويس في كل ما يتعلق ببلاد النوبة، وكان يا مدير تنتهي تعلية الخزان وعملوا دراسات جيدة وخاصة المنازل النوبية والديكوريشن بتاعه وجمع بعض الروايات. فأنا أول شيء رأيت أنه ما ممكن نستمر في العمل ده دون دراسة شعبة أبحاث السودان إلا الاهتمام بالفولكلور. الناس بيتكلموا بيستغلوا فكروا، لكن احنا قلنا نؤسس له علميا، واخترت بعض الناس يساعدوني يساعدين بحث، كان منهم بروفيسور سيد حامد حيز، بروفيسور عبد الله علي ابراهيم، البروفيسور ميمونه من بن حمزه، البروفيسور احمد عبد الرحيم نصر، والمرحوم مصطفى ابراهيم طه، وثاني منهم نسيته يا بروفيسور مهدي. دين الاوائل يكاد يكون منو؟ هو الحقيقه دي نقطه، وانا سكرتير مجلس رؤساء الاقسام فكروا في شعبه ابحاث السودان قبل ما امشي دي ترى، وانا السكرتير. عبد الله في حينها كان عميد كليه الاداب كويس، ساندرسون هو المدير الاول، عبد الله من الناس اصحاب اللجنه اللي قلت عليك دي وضعت الاساس لها وتخطيط. الكلام في الاخر وقع تنفيذه كله علي انا وعلى الاسماء اللي ذكرتها دي، لما ذكرت لك الاسماء دي كلهم كانوا مساعدين تدريس، واختيار كان منو؟ عم معهم، لكن عم ده له قصه طريفه احكيها لكم. وانا جاي من امريكا سنه 66 ومشيت اسال النموذج اللي اقتديه في عمل مع الدراسات الافريقيه وكان بمنحه، فزرت عدد من الجامعات في امريكا وتوقفت في إدنبرا عشان افكر يعني شوف النموذج بتاع معهد الدراسات الافريقيه بتاعه عندهم هناك. عون كان بيدرس في حينا ومن الناس الموجودين كانوا منتقم رواط واخرين. فانا هناك قلت للبروفيسور عون يا اخي نحن دارين نعمل لي مجله دايركت، تبقى لي رئيس تحرير. تذكر انه انا في الاول كنت براي يعني لوحدي، وزي ما قال لي